السلام عليكم، تحياتي إلى متتبعي قناتي داخل وخارج الوطن. اليوم إخواني عملنا وصفة البان دي بيس، هذا اللي هو خبز توابل، قرفة، حبة حلاوة، قرنفل، زنجبيل، نجمة ولا الباديان. هادو كاع طحنتهم كيما هاكي، نديرو فيه التوابل. وعندنا نصف كاس زيت، عندنا كاس نفس الكاس عسل، عندنا مغرف كاكاو، عندنا خليط الحلويات والفانيلا، وعندنا زوج حبات. ملح مع التوابل. هذا القالب نديرو له البابي دو كويسون ولا ورق الطبخ. هذا السكر المعبر، كاو غرف. الفرن رانا مسخنينه، كي ندخلو نقصو درجة الحرارة. نزيدو الزيت، نصف الكاس، عندنا هاد الخليط تاع التوابل، نزيدو هاد العسل، كيس ونصف خليط الحلويات. خلوها ترتاح ربع ساعة باش هاد المواد اللي بناها كاع تتفاعل مع بعضها. نديروها في الكاك ونطيبوها على درجة الحرارة متوسطة. هاهي بان دي بيس تاعنا اليوم، جربوها تاكلوها بالصحة والراحة، وإلى وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.